اليوم بنتحدث عن كيف ممكن تساهم في نمو فريق عملك. أنا غاية البروانية. سواء كان فريق عملك وصل إلى حد إنه صار ماشي على كيفه، أو الابتكار راح عنه، أو تلاقي إنه فريق العمل فيها مشاكل وما تعرفوا كيف تتقدموا كفريق عمل، هذا التسجيل بيتحدث عن كيف ممكن تتحرك مع فريق عملك، وكيف ممكن انك تعيد النظر مع فريق عملك وتنمو معه. اول شيء بقولكم اياه واهم شيء وهذا التسجيل عن هذا الموضوع، انكم تاخذوا الوقت علشان تعرفوا ايش هي غاية فريق عمل فريق العمل السابق. ما هي الغاية السامية التي تجاهدون من اجلها؟ الناس ما يدخلوا الشركة لأنهم يريدوا يدخلوا الشركة. الناس لما يتوظفوا يريدوا يدخلوا غاية سامية يجاهدوا من أجلها، وليست أي غاية سامية، وليس أي جهاد. هناك الجهاد الثوري، بمعنى كل من موجود هو موجود في هذه البيئة أو هذا المجتمع أو هذا المجال يقول 1 2 3 4 ونحن نرفض ذلك. وهناك جهاد المظلوم، بمعنى كلهم يفكرون أننا إحنا ما نستاهل وأننا إحنا غير جديرين بالنجاح، إلخ إلخ إلخ، بنثبت لهم اننا احسن من كذا، وبنثبت لهم اننا احنا انهم هم غلط واحنا الصح. وهناك الجهاد التحالفي، بمعنى اننا احنا نعمل لهدف سامي عظيم لمساندة ومساعدة الاخرين. كيف نتعرف أي جهاد يحبس فريقك؟ اسألهم إيش اللي إحنا نسويه الحين؟ إيش اللي نسويه في هذا العام؟ إيش اللي إحنا نشتغل لأجله؟ وكيف أنتوا كأفراد تساهموا لهذه الغاية النبيلة اللي إحنا نشتغل عليها؟ خلوا الجهاد أو الكفاح شيء شخصي للأفراد الموجودين في فريق العمل، لأنه دورنا كقادة وككوتش أو ممارسي الكوتشي إننا نساعد الأفراد إنهم يجدوا غاياتهم السامية الشخصية و الغاية السامية لفريق العمل كي يجاهدوا لأجلها. هذا الجهاد وهذه الهوية ما سيساهمان في اللي سيساهمان لفريق العمل انهم هم يجدوا الأهداف القوية والعزيمة الكافية لتحقيقها.
وبيساعدهم وقت الضغط انهم يتخطوها، وبيعطي الامان النفسي لاعضاء الفريق كي يتقدموا ويشتغلوا مع بعض ويكونوا ويساعدوا بعض على التطور وعلى انهم يقدموها. بعد ما نتعرف على هوية الفريق، خلي الفريق ياخذ وقته انه بس يتعرف على بعض ويتعرف على هذه الهوية وانه يعيشها، لان الولاء ويبني ولاءه لأعضاء بعض، يعني كل واحد يبني ولاءه لأعضاء الفريق، لأن الولاء كما يعرفه كل المجموعات الدينية ويعرفه الحركات الثورية ويعرفه العوائل، يساعد على العزيمة في أوقات الصعب. وإيش اللي يصير لما تكون قيمنا موحدة، ولما تكون غايتنا السامية موحدة، ممكن نتحمل بعضنا البعض في العمل، وكمان ناخذ العراقات البسيطة اللي بيننا وبين بعض ونتخطاها علشان نعطي ويكون عنا عمل إيجابي ونتائج إيجابية. لمزيد من المعلومات أو مزيد من الأسئلة اللي ممكن تسألوها لأنفسكم ولا فريق العمل، ممكن تتواصلوا معي على ayatghaibarwani.com. وإذا كنتوا تريدوا تتعرفوا على كيفية عملي مع الأفراد والفرق العمل، يمكنكم زيارة موقعي على www.ayatghaibarwani.com. وإلى حلقة المقابلة.